السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة أبو غزال البجاري للمواشي على اليوتيوب، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم يا شباب 20/5/2023، لا تنسوا الاشتراك بقناة أخوكم أبو غزال وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. احنا متواجدين يا شباب في سوق البقارة، مزاد البقارة جنوب الحسكة، ما شاء الله تبارك الله. اليوم السبت يا شباب، حلال قليل بالسوق، حلال قليل بالسوق. تابعوا جميع الفيديوهات يا شباب، تابعوا جميع الفيديوهات، يعني تابع جميع الفيديوهات حتى تفهم وضع الحركه بشكل عام في اسواق الحسكه الجنوبيه. اي نعم. خرب حاتم، من شلونك خرب حاتم؟ حياك والله حبيبي يا ابو حاتم. اليوم النشاط قوي ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يعوضك بالاحسن يا ابو. الله يحفظك يا ابو حاتم. حبيبي يا ابو حاتم، حبيبي يا ابو حاتم. تشتغل من قلبك يعني. على راسي يا ابو حاتم. اي شلون السوق يا خرب حاتم؟ الطلب على شنو ولا؟ والله الطلب على الكل قاعد ينباع. كل شيء قاعد ينباع. ما شاء الله تبارك الله. غليت عمو بيع حصاد. ايه. كأنه العالم يعني احنا حللنا انه العالم مثلا يوم يبيع له شوالتين شعير. ايه. ولا يبيع نعجه. ولا يبيع له طري. ها؟ يجي يشتري. ها يشتري. يا ابو حاتم والله زعتني يا رفيع، ترى انا خلاص منها على حاجة. ليه يا ابو حاتم؟ ليش صار هذا خلل؟ ليش صار؟ صار 3 ملايين و10000 يعني. 3 ملايين و10000. 3 ملايين و10000. ما شاء الله تبارك الله. 3 ملايين و10000. ايش طالبين عليه يا ابو حاتم؟ اريد بثلاثة ونص يا ابو. تريد بثلاثة ونص؟ لا 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 قرايبك. ما شاء الله تبارك الله، شبش طيب، صار 3 ملايين و10000. ما شاء الله شتت علينا يا ابو. ان شاء الله، الله كريم. نكمل ابو حاتم. شوف شنو عندك. مكملين يا شباب، احنا ضمن ربجة الدلال خالنا ابو حاتم لنتعرف على وضع السوق بشكل عام. انا صار انا 7 ونص يا عم. 750. اما هرايم ها. هرايم ايه؟ عجايز. عرفت علي؟ ايه. العجوز مطلوبة. في اشياء العمابة مو له سنة. اي ما شاء الله. 750 750. اي نعم. عندنا فرحان 7 من غزال. 700 700 صار. هذا المال هدايا. اي نعم. ايوه اي والله مال هدايا. 7 ونص. اي نعم. الان صار 8 عم بغداد نورك. 8 8. 8 8. اي. 8 8. 8 8. ابو غزال هذا صار 775. 775. ما باع. اي نعم. عين عمك خيار. ونعم. تحياتنا لقناة سوق المواشي في سوريا، واخونا ابو حمزه واخونا ابو مريم وابو قيس. شباب حقيقه يا ابو حاتم سكره ينحطون على الجرح ويطيب والله. والله والنعم. يعني وقفتهم حقيقه وقفه. الله يجزاهم الخير. اي والله. طيبين الله. على راسي على راسي يا ابو حاتم. إيه؟ ما نوفيك وش بدنا نسوي؟ على راسي يا خرب حاتم ولا يهمك. نكمل يا شباب جولاتنا بالسوق. عندنا خرب الحجي. اي ونشوف الحركه بشكل اوسع. صار 8 ونص. 850. 850 ألف. ما شاء الله تبارك الله. 850 ألف. شوفني حاجة صار 7 ونص يا أبو لحم. 750. حقيقة يا شباب قناة سوق المواشي في سوريا لها فضل كبير على قناة أخوكم أبو غزال. هم الشباب اللي يدعمونا، وهم الشباب اللي ينصحونا فتح مشروع على القناة. إي نعم. وراحت القناة الحمد لله، وإن شاء الله مستمرين وفتحنا قناة. وإن شاء الله للأفضل بإذن الله تعالى. نتمنى دعمكم، مشاركتكم للفيديوهات، يعني خبروا بعضكم جميعا أنه قناة أبو غزال راحت. فلما انتهلت تبحث على اليوتيوب تكتب أبو غزال البجاري راح تطلع لك قناة أبو غزال البجاري، ولكنها الجديدة مو القديمة، القديمة راحت. إيه نعم. فاشترك بالقناة، فعل الجرس عشان نظل معانا ونظل أسرة واحدة ونرجع مع بعض إن شاء الله تعالى. طبعا رجع المزاد على الشبش يا شباب، مزاد على الشبش اللي بلشنا من عنده. ما شاء الله تبارك. 25 3 ملايين و25 اسعار زمه. هذا زمه والله بيفرق يا حبيبي. 25 تراك على الهواء ابو حاتم، على الهواء تراك. 3 ملايين و25. ما شاء الله تبارك الله. اريدها 6 يا باي. لا بالارض بستر. 3 ملايين و25. 3 ملايين و55. 60 عمي ابو ماجد. 3 ملايين و55 يابا. 3 ملايين و100 يابا. 3 ملايين و100. 5000 105000 10000 25 15 25 25 مزاد اشتغل ما شاء الله تبارك الله على الشبش. 35 بده يطلع بالمزاد مهما كان يعني قليل بده يطلع بيه الزلمه. 50 50 ابو جاسم.
3,135,000. 50 عليك عمي، 50 عليك، 50 50,000. 50,000 على حالك، على حالك، تزود 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 تطلعنا على صار 200 يا ابا. 3,200,000، 3,200,000، 3,200,000. تيار ابو غزال على راسي والله. 3,200,000 هل عنده جبشة انه مضي يجيب له مرة؟ اي نعم ايوه. 3,200,000 هذا ياخذ مرة ويطلجها من هنا. 3,200,000 20 يابا، 50 يا عمي، 50 لو قلبك لا تخاف. ثلاث ملايين وثلاث مئة كفانا هذا رعيل.